مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام كنتم من جديد ألتقيكم في هذا المساء وحلقة جديدة وبالتاكيد هناك أخبار وأحداث جديدة لاحقناها وتابعناها وسنضعها أمامكم جميعا أنوه عن بعض هذه الأحداث من خلال هذه العناوين السريعة فرض حظر التجوال الشامل من الخميس إلى الأحد توقف مفاجئ لقطار مسافرين بسبب سيارة كيو كيو حريق كبير بسوق عرابة في مدينة الصدر دق عشائرية على منزل منتسب قتل سائق توك توك بعد ما ارتفعت اعداد الاصابات بكورونا بحسب اخر اعلان صادر من وزاره الصحه عن الموقف الوبائي في العراق والذي بين ان اعداد الاصابات بلغت 5663 اصابه خلال 24 ساعه، وحالات الشفاء بلغت 3591، وحالات الوفاه ضمن المجموع الكلي من بدء جائحه كورونا بلغت 13860 حاله وفاه. لذلك قررت اللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه العراقيه قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في بغداد والمحافظات كافه. طبعا هذا الخبر ما راح يفرح اصحاب الدخل المحدود والبصيات والعمل اليومي. المهم هذا القرار سيكون بدءا من يوم الخميس الساعة التاسعة مساء إلى يوم الأحد الساعة الخامسة فجرا من كل أسبوع وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم اللاحق ويبدأ التطبيق من يوم الاثنين الموافق 22-3-2021 وبالاستثناءات نفسها يعني يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم وتضمن القرار أيضا إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً مع غلقها يومي الجمعة والسبت بدءاً من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021 مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة ومنع تقديم الأراجيل في تلك الأماكن، وهنا يرفض المواطن والكاسب وصاحب البسطة محاربة رزقه، خصوصاً وأنه لا يوجد أي تعويض عن أيام الحظر التي يدفع ثمنها الفقراء. أو على الأقل لا يوجد برنامج حكومي لتوزيع السلات الغذائية على المتضررين وكذلك الشريحة المتعففة في العراق وفي ديالة أيضا تستمر ملاكات الصحة بإعطاء لقاحات سينوفارم المضاد لفيروس كورونا حيث واصلت ملاكات مركز صحي في ديالة إعطاء لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا للفئات المشمولة وأوضح إعلام دائرة صحة ديالة بأن مركز صحي يعتبر منفذ تلقيحي أول خصص وقت لتلقيح المواطنين في المحافظة وأن آلية إعطاء اللقاح تتم عن طريق ملء استمارة من قبل المواطن الراغب باللقاح يعني العملية مو إجبارية وتستمر وزارة الصحة أيضاً بتعزيز موقف الأكسجين الطبي في عموم المؤسسات الصحية وكذلك في صحة الديوانية وأكدت وفرة الأكسجين الطبي في جميع المؤسسات الصحية في العراق كتحصيل حاصل يعني المواطن عليها يستعد لفرض حظر تجوال تام يبدأ من يوم الخميس يعني اليوم التاسعة مساء وحتى يوم الأحد المقبل قوم طيب معنا اهلا بكم مرة ثانية والآن نبدأ مشوارنا الحقيقي والفعلي في هذا المساء مع مجموعة الأحداث ومثل ما تعرفون احنا نروح نروح بالأحداث إلى مواضيع مختلفة ولازم نرجع للموضوع الرئيسي اللي بين فترة وفترة هو فارض نفسه علينا ما نقدر موضوع القطار القطار هو هذا خلق هالقطار عندنا ويومية حاطينا بموقف محرج مرة صبات مرة ينضرب بالحجار مرة فاتحة واللي جايين للمجلس العزاء يطبقون سياراتهم على السكة مثل ما قلنا. مرة الزحام، مرة ينزل يشتري صمون وهكذا. هاي المرة موضوع القطار رجع مرة ثانية والناس قامت تسولف فيه. وفاجأنا بحادث جديد. هاي المرة القطار توقف بشكل مفاجئ يقولون بالطوبجي. وهاي صور القطار اللي توقف بالطوبجي. هذا أدى إلى اختناقات مرورية. في شارع المطار وبحسب الفيديو اللي راح نشوفه كيف أنه القطار توقف على السيتش أثناء مسيرة وتوقف المفاجئ من خلال مقطع الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما شفتوا هي هاي الصور خلونا بالبداية نشوف الفيديو ونرجع من بعدها نعرف شنو سالفة القطار وليش توقف هذا القطار Kena sejauh asal ni khabar ni Kena sejauh asal ni khabar ni Kena sejauh asal ni khabar ni كلكم شفتوا ابو الكيو كيو والمخرج يقول لي كيو هنا عندنا دبل كيو 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 ابو الكيو كيو ايش بيك يا حظي؟ انت ما رايد روحك فتت لي هاي الفوته على السكه مالت القطار وخليت سائق القطار يضطر انه يتوقف فجاه ويسحب بريك هي هاي فوته الله عليك تعال شوف 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 ده تشوفون شلون فات فوته؟ فوته غريبه عجيبه شيء مو منطقي مو معقول يعني انت ذاب نفسك قدام قطار وردت تدعم واحد هذا الرجال هم رادين دعم هذا المفروض ما اعرف يحاسب هسه يطلع لي كم واحد لا صباح ليش تحاسبونه هو العراق كله ماشي رونج سايد ظلت على ابو الكيو كيو ما يصير لا تحاسبه لا لازم يتحاسب يعني كان يتسبب باذيه نفسه اولا كان ممكن هو يصير ضحيه اولا واحنا انطلاقا من خوفنا على حياته هو كمواطن بعدين كاد ان يتسبب بحادث اخر راد يدعم الشخص الاخر وبالدراجه اللي قدامه كله بسبب هذا الموقف المتهور. المهم ورا ما انتشر هذا الفيديو وهذا الحادث اصدرت الشركه العامه للسكك بعد توقف هذا القطار في بغداد وذكر البيان انه الحادث كان عرضي. ليش؟ لانه القطار قطار المسافرين اللي دي ام يو الصاعد من المنصور إلى محطة بغداد المركزية كان يسير بالسرعة المقررة والمعتادة اتفاجأ سائق القطار هالمرة بتجاوز سائق عجلة اللي هي نوع شيري كيو كيو والعبور المفاجئ أمام القطار في المعبر النظامي للقطار مما اضطر سائق القطار بطبيعة الحال إلى استخدام المكابح الاضطرارية والمعمول بها ضمن سياقات العمل في هكذا مواقف وهكذا حالات تلافياً للارتطام بالعجلة المذكورة اللي هي الكيوكيو حرصاً من سائق القطار على يعني كيوكيو وقطار إنت تدري إذا القطار دعمك شي سوي بيك؟ تدري إذا إذا بس الدعامية مع القطار لاحظت الكيوكيو هي الكيوكيو عبارة عن تنكة تدري إذا دعمك قطار كتلة حديد قاعدة تمشي تدري إذا دعمك شي سوي بيك؟ يحد لك حدل هيك يكبسك كبس شنو اللي يعجبك؟ احتمال انت تعبر منها بالقطار انت بغداد تلقى روحك بالبصره. ف يا اخوان على كيفكم يعني اوكي سنعرف الزحام في بغداد وشوارع شوارع بغداد مزدحمه لكن مو بهالطريقه تفوت احتمالك وعائله وياك احنا احنا اللي نعرفه انه سايق وحده بالسياره بس يجوزك وياك طفل عائله وياك فزين انت ما تخاف على على حياه الناس اللي وياك بالسياره واذا ماكو وياك انت وحدك ده تسوق ما خفت على روحك هاي الفوته فتتها باي الطريقه يعني انت مستعجل على على موتك ورب يحفظ الجميع بما فيهم انت حضرتك يا سائق سياره الكيو يعني ما ادري انه هذا الرجال يعني حبكت الا يعبر بهاللحظه شفتوا ابو اللي يريد يعبر اللي بيده علاقة؟ كيو كيو من نايا وقطار من ناوي يريد يعبر انت يا حظ تريد تعبر هسه ليش تريد تعبر هسه حتى الرجال اللي دا يريد يعبر هم المفروض اكو توجه الى انتقادات يعني شو كل هالتمت فعلا يقول لك من من يلتمن يلتمن هذا راد يعبر وهذا اجى فات من ناية وابو الدراجه اجى من الصفحه الثانيه يلا ها هي الله يحفظ الجميع الحمد لله بدون حوادث عدت على خير وبدون ما يصير شيء ورب يحفظكم ويحفظ الجميع وشافينا شر التايهات هي هاي التايهات اللي يقولون عليها والله يحفظكم وهاي قصة القطار وننتظر إن شاء الله بالأيام القادمة <applause> القطار بالقصة الجاية ايش راح يكون وين راح يوقف هالمرة شنو سبب التوقف هالمرة ننتظر ونتابع موضوع القطار اللي شاغل العراقيين ربي يحفظكم إن شاء الله نشوف الخبر اللي بعد الآن على العموم الخبر التالي يقول لك مجموعة موظفين بإحدى شركات التسويق في نينوى قاموا بإيهام شباب راغبين بالتعيين قالوا لهم راح نعينكم لكن مقابل شنو نعينكم لأن ماكو شيء ببلاش تعرف قالوا لهم راح نعينكم مقابل أموال وهاي الأموال غير قابلة للرد وذول الشباب خطية يعني يقول لك الغرقان يتشلب له بقشاية أنا بس أريد أتعين شلون ما كان أدفع فلوس وهاي الفلوس غير قابلة للرد عمي قابل قابل لانه يشوف ابو الدكتوراه والماجستير ما دي يلقى تعيين. زين ابو البكالوريوس والدبلوم شو يسوي؟ وين ينطي واللي ما عنده اساسا شهاده او ابتدائيه شو يريد يسوي؟ فيقول لك عمي ادفع فلوس غير قابله للرد. هاي الشركه استغلت وضع هؤلاء الشباب. قالت لكم قالت لهم اعينكم مقابل ان تدفعوا لي مبالغ غير قابله للرد. بس تم كشفهم من خلال هيئه النزاهه الاتحاديه. وقالت انه هؤلاء قاموا بضبط موظفين في احدى شركات التسويق عبر الانترنت بتهمه ممارسه اعمال النصب والاحتيال واستغلال الشباب في محافظه نينوى وذكرت دائره التحقيقات ان عمليه الضبط التي نفذتها ملكات مديريه تحقيق نينوى اكدت ضبط 25 متهم بهذه الشركه عاملين في هذه الشركه اللي هي شركه تسويق عبر الانترنت بتهمه استغلال المواطنين والشباب العاطلين عن العمل وتضليلهم وايهامهم بالتعيين كوكلاء لهذه الشركه الوهميه مقابل انه يدفعون 1300 دولار يعني تعطيني 1300 دولار عينك وهاي ال 1300 دولار غير قابله للرد هاي مال غير قابله للرد اخليها بين قوسين مقابل انه على اساس تمنحهم وكالات وبطاقه فيزا باسم احدى الشركات فضلا والله يا ريت لو قالين اسم هاي الشركة المصدر الأمني أو النزاهة حتى ينفضحون ويعرفون إنه شلون دا يستغلون دول الشباب لازم ينفضحون حتى الناس تعرفهم حتى بقية الشباب لا يقعون في مصيدة هذه الشركة أو أي شركة تعمل بنفس السياق المفروض دول الشباب ما عدا ال 1300 دولار اللي دفعوها اللي هي غير قابلة للرد يدفعون بعد 150 دولار كأجور للدورة اللي يشاركون بيها حتى على اساس ياهلوهم حتى يكونون وكلاء لهذه الشركه، استاذ يلا على اساس شلون شركة انتم؟ تاخذون على الدوره لهؤلاء الشباب 150 دولار، وتاخذون منهم 1300 دولار غير قابله للرد مقابل انه تعينوهم كوكلاء. المهم هيئه النزاهه اجرت تحرياتها وهاي التحريات قادت الى العثور على هاي الشركه والقاء القبض على المتهمين اللي قاموا باستغلال المواطنين اللي على اساس راح يشغلوهم وكلاء وورطوهم ورطوهم تحت يافطة الاحتيال والنصب والحصول على الاموال بطرق غير مشروعة من هؤلاء الشباب الله اعلم دول الشباب المساكين شلون قدروا يأمنون المبلغ ال1300 دولار يعني هو عاطل عن العمل انتم ما خليتوا الله بين عيونكم يا شركة بس نفسي اعرفها يا شركة العتب على هيئه النزاهه المفروض تقول منو هاي الشركه وتفضحهم حتى نعرف واحنا كاعلام ايضا نؤدي دورنا لان يعني هكذا نماذج يستغلون المواطنين والشباب بهذه الظروف من المفروض انه الكل تعرف فيهم من هم ولا ان هذا الشاب المسكين اللي جاي يريد يتعين بعد بمقتبل حياته وبمقتبل عمره لا متزوج وبعد كل شيء ما مؤسس في حياته راح الداين ال1300 دولار حتى يعطيكم اياها ويعرف ما راح ترجع له لانه من ضمن شروطكم غير قابله للرد وتاخذون من عنده 150 دولار بالاضافه الى ذلك على اساس انه يدخل دوره حتى يتاهل يكون وكيل لكم لشركتكم. يعني انتم ما اعرف ما عندكم اي واعز اخلاقي في داخلكم؟ ما فكرتوا انه ذول المساكين ليش انا اورطهم واخذ منهم هذا المبلغ بهذه الطريقه؟ على العموم الحمد لله يعني تم فتح محضر ضبط اصولي بحقهم بهذه المضبوطات والاموال والفلوس اللي اخذوها من هؤلاء الشباب واصدار مذكره قضائيه وعرضها برفقه المتهمين على قاضي المحكمه محكمه تحقيق نينوى المختصه بقضايا النزاهه اللي قرر توقيف المتهمين استنادا الى احكام الماده 456 وكانت الهيئه قد حذرت من انتشار عمليات النصب والاحتيال التي تمارسها بعض الشركات الوهميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق بعض الموظفين المتقاعدين وبعض الشباب من خلال ايهامهم اما بمنح قرض سريعه قرض سريع او سحب البطاقه الذكيه الخاصه بالدفع الالكتروني مع المستمسكات بقصد سحب مبالغ اكثر من مبلغ القرض والفائده الله ينتقم من عدكم والله دنيا وآخرة وكل واحد يورط هؤلاء الشباب ويأخذ من عندهم الفلوس بهذه الطريقة وهم أبو أبوهم مصموط يلا مدبرين هذا المبلغ ال 1300 دولار تجون تأخذون من عندهم وتأخذون بدون أي رحمة بدون أي شفقة بدون أي خوف ضمير ماكو مخافة الله ماكو مستحيل انتم عندكم عوائل انتم اللي قدتوا عمليه النصب والاحتيال على هؤلاء الشباب عندكم اطفال عندكم عوائل عندكم بنات عندكم ابناء تعرفون الله انتم والله ما اعرف هسه اذا اريد اقول انتم مسلمين يا حتى اليهودي ما يسويها حتى لا ادخل بقضيه التمييز بين دين ودين اخر يعني يجوز والله ما اعرف شو اقول يعني ما اريد ادخل بهذا الموضوع لكن انت عيب تقول والله انا مسلم واعرف الله واصلي واصوم بعد كم يوم رمضان اصوم يعني اللي اللي يسوي هكذا فعله لا يسمي نفسه انه يعرف الله، لا. لا تعرف الله ولا عبد الله انت. وتستحقون اقصى العقوبات اللي تصدر من القضاء العراقي بحقكم. لانه يعني هذا الظرف احنا هسه يدوب المواطن ياشر يومه انه خلص من هاليوم والحمد لله والشكر الله عداها على خير وقدرنا نعيش ونأمن قوت يومنا اليومي، تجي انت تاخذ منهم هاي المبالغ؟ بدون شفقه، بدون رحمه، بدون خوف، بدون ما قلبك ينكسر عليهم؟ على العموم شوف الخبر اللي بعده ولطالما هناك أحداث كثيرة في العراق بسبب الضغوطات الاجتماعية الهائلة اللي واجهها المجتمع العراقي يعني ضغوطات صعبة جدا من اللي يقدر يتحملها يعني جيب لك واحد بالقوات الخاصة ومتمرن تمرين عالي المستوى دبه العراقي يجوز يتعب على هالضيم اللي يشوف المواطن العراقي يوميا فلذلك أكو ضغوطات هائلة على الأهالي على الأم والأب والعائلة بشكل عام وهذا يفرز إن مشاكل عديدة من الناحية السيكولوجية من الناحية الاجتماعية السيسيولوجية ما أريد أحكي بالمصطلحات حتى لا يقولون والله صراحة قاعد يفيك علينا لا يعني المشاكل الاجتماعية دا تتصاعد بشكل تدريجي علماء النفس والاجتماع أساتذتنا الدكاترة الأحباء والأعزاء قسم كبير من عندهم أصدقائي كل الحب والتقدير لكم انا متاكد قسم كبير منهم راح يتوافق ويا الكلام اللي اقوله، يعني كل هاي الافرازات افرازات الضغط الاقتصادي والمالي والنفسي والخدمي كله راح ينعكس على تصرفات الفرد العراقي، وبالتالي احنا يوميا ناشر مشاكل تصير مثل هاي الحادثه اللي صارت والا احنا شلون نفسرها انه بنيه عمرها 17 سنه؟ 17 سنه تهرب من ذويها، تهرب من البيت. حيث استطاعت الشرطة المجتمعية من إعادة فتاة هاربة بعمر 17 سنة فقط إلى ذويها دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية قالت أنه هاي البنية عمرها 17 سنة انهزمت من أهلها في إحدى المحافظات الجنوبية بعد ما هربت من عدهم بفعل التعنيف اللفظي والجسدي اللي تعرضت إليه هاي البنت وقدمت الشرطه المجتمعيه الدعم النفسي والمعنوي لهاي الفتاه المعنفه، كما قامت بتسليمها لذويها بعد ما اخذت من عندهم تعهد اصولي خطي بعدم التعرض لهاي البنت مستقبلا اللي هي بنتهم. يعني بنتي انا يجي واحد ياخذ علي تعهد خطي انه ما اضربها مستقبلا ما اعنفها يعني شويه ما اعرف شلون اوصف هذا الموضوع. وقالت الشرطه المجتمعيه بارك الله بهم انه راح ينظمون زيارات دوريه لمنزل الفتاه للاطمئنان عليها وللوقوف على احوالها وطرق التعامل ويا هاي البنت. اني اتمنى من بعض عوائلنا ان يتعظون من القصص والحكايات اللي نطرحها بالبرنامج. الغايه من عدها انه اني ليش اوصل لمرحله انه اخلي بنتي او ابني ينهزم من عندي من البيت، ليش ما اعالج المشكله بطرق اخرى؟ القوة أبداً مو حل العنف أبداً مو حل نعم ربما كنا نقع ضحية استخدام العنف ضد الناس اللي إحنا نحبهم نتيجة لحظة عصبية هائلة وأني مو ملاك أنا هم مثلكم ممكن أصير عصبي ممكن في لحظة ما أصيح ممكن أرتكب خطأ لكن خلوني أصلح نفسي كل إنسان قادر على أن يصلح أخطاءه كل إنسان قادر على أن يلاحظ التصرفات السلبية والغير السليمة في سلوكياته، واني واحد من عندكم. اني ايضا ممكن اخطا، ممكن اخطا بحق اخرين، ممكن اسلك سلوك ربما يخليني اعنف شخص في لحظه ما، في لحظه عصبيه. وايضا نعم مرت مريت انا بهكذا تجارب، لكن هل استمر عليها؟ الاستمرار على هذا الخطا دون ملاحظتها، هذا امر الخ... هذا امر خطير جدا وامر خطا، لكن ان اصلح هذه السلوكيات الخاطئه وانتبه لنفسي واحاول ان اعالجها بطرق بديله اخرى من الممكن انه تحفظ الي انسانيتي وانسانيه المقابل اللي يتعامل وياه، هذا هو الامر الصحيح. فهذه هي الغايه انه لما احنا نطرح بعض القصص بالبرنامج نتمنى من بعض العوائل الكريمه اللي دا انه في حال اذا عندهم بعض من هذه المشاكل اللي تشابه ما نطرحها في البرنامج انه يتلافوها بالطرق الافضل. يعني قبل فتره لما عرضنا قصه البنيه اللي من فوق السطح ببغداد تريد تنتحر وانقذها هذا المقدم حمزه يمكن اسمه او ملازم حمزه ما اعرف المقدم حمزه ما اعرف انقذ حياتها من فوق السطح ايضا كان بسبب التعنيف الاسري يعني هاي ما صارت لكم عبره يعني انتم ما تشوفون لا بالسوشيال ميديا لا بالنقالات لا بالتلفزيون لا بال... باي طريقه اخرى ما تشوفون الاحداث شلون قاعده تصير اتعبوا من هاي الحكايات وهاي القصص وخلونا يعني نبلش من جديد ترميم أسرتنا بطريقة أفضل أعرف الضغط هائل جدا والله حقكم الضغط النفسي والفقر وال... والخدمي وكل شيء والآن الكهرباء إذا ما تجيني تسع ساعات باليوم يعني ش... أصير شا أطلع من طوري مثلا بس بنفس الوقت نستهدي بالرحمن ونقول يا الله وما عندنا غير بس إنه إحنا نراهن على هاي القضية ونحاول قدر الإمكان أن نمسك نفسنا في التعامل مع هذه الحالات لانه والله العنف والعصبيه والضغط النفسي ما يجيب غير ردود افعال عكسيه وربما تنتهي بعواقب وخيمه والله يحفظ الجميع وربي يستركم جميعا ويستر كل الاسر العراقيه وبناتنا وابنائنا والشباب المساكين اللي كل ذنبهم انه بهاي الفتره وبهاي المرحله العمريه صاروا في هذا الظرف الاستثنائي اللي يمر به البلد تحديات امنيه اقتصاديه خدميه ديون داخليه ديون خارجيه مشاكل سياسيه تقاطعات سياسيه خلافات حزبيه الموازنه انقرت الموازنه ما انقرت قانون المحكمه الاتحاديه انقر ما انقر وهكذا من هاي المشاكل الكثيره اللي وقعت براس شبابنا المساكين الله يحفظهم جميعا على العموم نشوف الان الخبر اللي بعد هذا الخبر فيما يخص حظر التجوال ايام اعياد النوروز في دهوك واربيل وربما بعض المحافظات الاخرى التابعه لاقليم كردستان قالوا انه اكو شرطين من خلال الاعلان عن هذه الشروط من قبل الحكومه المحليه في اربيل ودهوك اعلنوا عن وضع خطه امنيه وخدميه بمناسبه قرب حلول اعياد نوروز وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح ان حركه تنقل السكان ستكون اعتياديه خلال ايام نوروز لانه لم يتم الاعلان عن حظر للتجوال عكس مناطق بغداد والمناطق الاخرى اللي اعلنوا عن حظر تجوال من يوم الخميس. لكن في اقليم كردستان ماكو حظر للتجوال وتمت الاشاره الى انه الحكومه المحليه والقوات الامنيه راح توفر الحمايه اللازمه للممتلكات والمنازل ودعا السكان الى التعاون مع الامن في هذا الاطار. وايضا تمت الاضافه الى انه الحكومه المحليه اكدت من خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم على ضروره الحفاظ على البيئه وعدم قطع الاشجار ورمي النفايات في الاماكن السياحيه. وايضا تم التجديد على ضروره الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائيه والتباعد الاجتماعي خلال الاحتفال في ايام الاعياد لتجنب الاصابه بفيروس كورونا. واعلنت حكومة إقليم كردستان أيضا تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة خمسة أيام من الأسبوع المقبل بمناسبة أعياد نوروز وأيضا بنفس الوقت الصحة في إقليم كردستان العراق أعلنت المباشرة بلقاحات سينوفارم بحملة التطعيم أعتقد حصلوا على خمسة آلاف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وبدأوا حملة التطعيم على العموم نتمنى من المواطنين اللي راح يحتفلون بأعياد النوروز أنه يلتزمون بهذه الشروط وبهذه التوجيهات والإرشادات اللي صدرت من الحكومة المحلية سواء في دهوك أو أربيل ما أدري شلون راح يتم الاحتفال بأعياد النوروز هاي المرة وشون راح يصير التباعد الاجتماعي بيناتهم وكلكم تعرفون الدبكة الكردية شلونها أي شتف على شتف واحد في الصف الثاني ولازم يركسون ومن تبدي الدبكة الكردية يعني الها بدايه وما لها نهايه راح تستمر الدبكه فرب يحفظ الجميع والواحد قدر الامكان يحاول انه يحافظ على نفسه ويحمي نفسه من فيروس كورونا مع الاهتمام بالسلامه البيئيه وعدم رمي النفايات بحسب التوجيهات التي ذكرت وهذا اللي صار وان شاء الله تعدي ايضا ايام اعياد نوروز من دون تسجيل حالات ارتفاع في حالات الاصابه بفيروس كورونا. الآن نذهب للخبر الآخر. أحال مدير صحة نينوى آه، السيد فلاح الطائي ثلاث موظفين من الكادر الطبي في مستشفى السلام بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، أحالهم للتحقيق. ذولا كادوا أن يتسببوا بوفاة امرأة مسنة. الدكتور الطائي قال ان احالتهم جاءت بسبب شكوى عليهم في طوارئ المستشفى لعدم استخدامهم اجهزه تخطيط القلب، رغم وجود العديد من الاجهزه في المستشفى، فضلا عن اهمالهم الذي كاد ان يتسبب بوفاه امراه مسنا، واوضح مدير المستشفى فراس عقراوي ان المستشفى تحتوي على اكثر من 20 جهاز تخطيط، من بينها ثلاثه مخصصه للطوارئ، لكن ذولا ما قاموا باستخدام هذه الاجهزه. على أساس أنه لها ورق خاص بنوعية مختلفة عن المعتمدة وهذا يتسبب بتوقف الأجهزة ويقولون أنه الأجهزة اتعطلت لأنه ما بها ورق فشي يقول يقول تعطلت حتى ما يستمرون في تقديم الخدمات بالطوارئ وأثناء الخفارات أيضا هاي التصرفات اعتبروها أمر يسيء لسمعة الكوادر الطبية وأن الشكوى التي قدمت ضد الموظفين الثلاثة المسؤولين عن هذه الحالة كشفت هذا الامر وراح يتم اتخاذ العقوبات القاسيه بحقهم بعد اجراء التحقيقات اللازمه. ربي يحمي الجميع، يعني اذا عندك اجهزه تخطيط ليش ما تستخدمهن؟ ما عندك ورق، قول يابا ما عندي ورق وقدم الطلب حتى يجيبوا لك الورق الخاص باجهزه التخطيط، مو تروح تعرض حياه الناس والمسنين للخطر وجاي لك بنص الليل وتقول والله جاز التخطيط عاطل، هو مو عاطل، ما عاطل، بس تكذب عليهم وتقول عاطل، هذا تصرفك راح مثل ما ذكر يسيء الى الكوادر الطبيه اللي هم بريئين من عدها، ربما يكون تصرف فردي من شخص او شخصين. وبالتاكيد ان شاء الله احنا كوادرنا الطبيه ما شاء الله يقدمون حتى الله يحفظهم يقدمون تضحيات لمواجهه وباء فيروس كورونا. وهوايه من الكوادر الطبيه الله يرحمهم توفوا بسبب اداء واجبهم على العموم. نذهب للخبر البعد ايضا الى علاقه بالموضوع الصحي والطبي ونظل نستمر نحكي عنه واستنادا لتوجيهات السيد وزير الصحه والبيئه الدكتور حسن التميمي قامت الملاكات الهندسيه بنصب خزانات اضافيه للاكسجين الطبي عدد اثنين في مستشفى ابن الخطيب والعطاء المخصصين لعلاج مرضى كورونا ضمن دائره صحه الرصافه لزياده الطاقه الخزنيه وتقديم افضل الخدمات الصحيه للمرضى يا ريت لو نشوف الصور السيد المخرج اي انه وزاره الصحه قدمت هاي الخزانات مثل ما تلاحظون مثل ما تشوفوها ومستمره بتنفيذ مشاريع زياده خزانات ومعامل الاكسجين الطبي في مؤسساتها الصحيه في بغداد وعموم المحافظات وبالاخص المؤسسات الصحيه المخصصه لعلاج المصابين بجائحه كورونا وهذه مجموعه الخزانات الأمامكم اللي امامكم اللي وبارك الله بجهود وزاره الصحه يعني احنا الجوانب الايجابيه لازم نذكرها ونتحدث عنها وندعمها اعلاميا، والجوانب السلبيه لازم نؤشر عليها، ولازم نضعها امام الراي العام، وحتى نضغط ايضا باتجاه المسؤولين عن الحالات السلبيه لتلافيها ومعالجتها فورا. فهذا جانب يعكس اهتمام وزاره الصحه بالمستشفيات الحكوميه المتخصصه باستقبال مرضى فيروس كورونا، واتخاذ احتياطاتها وتدابيرها اللازمه بتزويد الخزانات بمادة الأكسجين الطبي تلافيا للأمور الطارئة التي قد تحدث مثل ما حصل قبل فترة في ذيقار ومثل ما حصل في مستشفى السلط الأردني ورا ما توفوا بحدود الأربعة 14 واحد نتيجة نقص الأكسجين رب يحفظكم جميعا المهم نشوف الخبر اللي بعده سريعا الخبر اللي بعده يعني قبل يومين تقريبا منتسب في الشرطة الاتحادية اطلق النار على سائق توك شاب ارداه قتيلا على الفور في بغداد في مدينه الصدر وتم القاء القبض على المنتسب قسم يقولون تم القاء القبض على المنتسب طبعا هاي صوره التوك وبها الاطلاقات الناريه حاطيها داخل قوس ازرق مثل ما تشوفون وكانت موجوده عندنا صوره الشاب الضحيه اللي تم اطلاق النار عليه والطلقات بالراس وعدنا صورة القاتل أيضاً، لكن أنا أتحفظ وأعتذر من جمهورنا ومتابعينا من عرض صور القاتل وصور الضحية أيضاً. اكتفي فقط بصورة التكتك ومكان إطلاق العيارات النارية على هذا الشاب. فشنو اللي خلى هذا المنتسب إنه يوصل لمرحلة إنه يستخدم المسدس الحكومي مات على المواطن المدني ويطلق عليه الرصاص بهذه الطريقة ويقتله؟ شنو السبب؟ المهم ناس يقولون انه المنتسب سلم نفسه مباشره أه للشرطه ورما اطلق النار على هذا الشاب سائق عجله التوك امام مستشفى الشهيد الصدر في مدينه الصدر شرق بغداد وهذا ادى الى وفاته بالحال الحادث حصل بعد جدال بين الطرفين هنا راح نعرف شنو هو السبب جدال بين الطرفين بسبب الازدحام اللي حصل بالمنطقه بالمقابل طبعا منتسب بعد يقول لك مسدس يمي وهذا يحكي وياي ويناقشني واني منتسب شلون يصير؟ هو يتخيل نفسه اعلى سلطه بالبلد حاليا ما يصير انت تتناقش وياي سايق توك توك يحكي ويا منتسب ويتناقش وياي على الزحام لا والله طلع المسدس وكتله راسا هو هيش التصرف هذا بهذه الطريقه انت موجود حتى تحمي الناس لو حتى تعرض حياتهم للخطر المهم راح تتخذ التحقيقات اللازمه بحق هذا المنتسب وقسم اخر يقولون لا المنتسب ما سلم نفسه. المنتسب سلم نفسه بعد ضغوطات من عشيره المجني عليه ورا ما صارت دقه عشائريه وصدامات بوجود قوات الشرطه. وذاك القاتل اضطر انه يسلم نفسه ورا ما صارت الضغوطات العشائريه عليه. على العموم جثه الضحيه نقلوها لدائره الطب العدلي وتفاصيل الحادثه راح نتحدث عنها من خلال الوقت القادم بس لكن خلونا بالبداية نشوف الفيديو الأول وهو يأكد حصول نزاع عشائري في مدينة الصدر على خلفية هاي القصة اللي حشيناها لكم بالرغم من حضرة التجوال حدث نزاع عشائري ليلي وكان هناك اطلاق نار أسلحة خفيفة متوسطة وبكيسي أيضا بين عشيرة خلينا نقول اسمهم عشيرة الحويشيات وعشيرة بني كعب في مدينة الصدر وكل العشائر العراقية على رأسنا وكل التقدير والاحترام لهم حصت في بغداد لكن بعد الأمر الناس كلها عرفت بالموضوع حتى إمارة بني كعب نشروا على صفحتهم الرسمية هاي الفيديوهات وتحدثوا عن الموضوع فالناس بعد صارت قضية رأي عام والكل يسولف فيها هذا هاي الدقة العشائرية حصت بسبب قيام المنتسب بقتل هذا الشاب سائق التيك وهو من أبناء قبيلة بني كعب طبعا هذا دفع أبناء عمومته إلى حمل السلاح في فورة غضب وردة فعل سريعة إلى التوجه إلى منزل القاتل المنتسب من خلال دقة عشائرية لقبيلة بني كعب على منزل المتهم من الإحراشيات بعد مقتل أحد أبنائهم على العموم نشوف مقطع الفيديو هذا اللي انتشر واللي مثل ما ذكرت لكم صار قضية رأي عام وربي يجيب العواقب سليمه وربي يهدي النفوس وان شاء الله كل ذي حق ياخذ حقه المناسب بالقانون نتابع يعني اكيد هناك مبررات تحدثوا عنها عشيره المجني عليه و... وتحدثوا عن هذا الموضوع، وكان هناك فيديو اخر لاحد ابناء قبيله بني كعب وضح من خلال ملابسات الدقه العشائريه وما حصل في مدينه الصدر وبرر سبب قيامهم بالدقه، طبعا هواي ناس وجهت انتقادات ايضا لعشيره بني كعب انه شلون يتصرفون بهذه الطريقه وشلون يعالجون الخطا بالخطا وهذا الامر لا يجوز وقانونا ايضا لا يجوز ويجب انه لا نتصرف نفس التصرف الخاطئ اللي تصرفه المنتسب عندما اشهر السلاح بوجه مدني يعني هنا عمليه اشهار سلاح وهنا عمليه اشهار سلاح ولكن التبرير اني راح اتركه على لسان احد الوجهاء واحد ابناء عشيره بني كعب وهو يتحدث عن هذا الموضوع بدل ما اني اتحدث عنه تفضل انتابع للمره الألف. آه اسمح. آه اسمح. وهاي دول. كلها تسمع العدو والصديق، احنا شعب عمي مو دعاة حرب ولا دعاة لحمل السلاح ولا دعاة للطائفية والنزاعات العشائرية لكن ولد شاب ولد شاب بمقتبل عمره ينكتب دم في كتلة شرطي والله على مود دعم سيارته كل شريف وكل غيور ما يقبل على ضميره لكن تجي ساعة من تجي ساعتها لا والله ما نكمل بس هاي بس هاي بس هاي نحكيها ما نقعد ترى كنت شعبه والله العظيم. هي احنا زابطه هي احنا بكرة بكرة هي احنا زابطه يخاف يخوفنا هي احنا هي يعني مثل ما لاحظتوا يعني هو تحدث قال لك أنا وصلت مرحلة أنه قتل واحد من من ولدنا بهذه الطريقة الشنيعة بسبب أنه والله لأنه طخ سيارته يعني السيارة ممكن تعوض ممكن تتصلح أكو مصلحين هواية وأكو في ترشية هواية ممكن تتعوض بأي أي طريقة ممكن يعني ما أعرف يعني مو الحل مو هو انه اني اجي راسا لانه عندك سلاح مرخص من الدوله تستخدمه بهذا الشكل وتروح تزهق روح شاب طالع على باب الله دا يشتغل بالتوك توك انا ايضا ما اريد ابرر رده الفعل اللي قامت بها عشيره بني كعب على ازاء ما حدث وما حصل ما اريد ابرر لانه بنفس الوقت احنا ايضا نرفض المظاهر المسلحه باي شكل من الاشكال وباي باي طريقه كانت وأن لا يعالج الخطأ بنفس الخطأ أيضا لكن مثل ما تفضل الأخ وتحدث قال لك إحنا وصلنا لمرحلة أنه شيء مو منطقي مو معقول هذا جاي على منطقة كتل واحد شاب من عندنا بريء ما سوى شيء فقط لمجرد أنه جادل المنتسب اللي بالشرطة بهذا الشكل يقتل ابنه فصارت ردة فعل غاضبة ردة فعل مثل ما لاحظتوه ومثل ما شفتوه الآن أنتم بهذه الفيديوهات ومثل ما ذكرنا اه ربي يجيب العواقب سليمه وربي يحفظ الطرفين وربي يحفظهم جميعا ويتوقف نزيف الدماء ان شاء الله ما نوصل لمرحله انه يكون هنا هناك صدام اكبر من اللي صار اكيد هناك وجهاء وهناك شيوخ افاضل وكبار الهم رايهم السديد ولهم رايهم المنطقي والواقعي والحقيقي اللي يحقن الدماء هذا امر مسلم به و... وامر اكيد انا متاكد من عنده. لا من من عشيره بني كعب ولا من عشيره الحريشيات بالتاكيد وجهائهم وشيوخهم الافاضل الكبار راح يقبلون بما حصل. وبالتاكيد هناك وسائل وطرق اخرى ممكن من خلالها تتضمد الجراح وتتم معالجه الامور. وربي يحفظكم ان شاء الله. ويحفظ اهلنا العراقيين من كل شر ومن كل سوء ومن كل خطر ومن كل شر وربما ما حصل وما اريد بر ايضا مثل ما ذكر قال لك رده فعل انيه ولحظيه عصبيه وهذا اللي صار على العموم انه احنا نعرف ايضا الدقه العشائريه بحسب القانون العراقي يعامل من يقوم بالدقه العشائريه معامله الاربعه ارهاب هذا قرار يعني متخذ قانونا في القضاء العراقي، القضاء العراقي اتخذ هذا القانون وأقره وسار المفعول. على العموم مثل ما ذكرنا ربي يحفظكم جميعا. وإن شاء الله يؤخذ حق هذا الطفل الشاب المسكين اللي قتل غدرا بهذه الطريقة الغير إنسانية وبطريقة وحشية وغير طبيعية. يعني ما معقولة أني أي خلاف يصير عندي وأي مشاحنة بسيطة تصير ويا أي مواطن بالشارع ممكن أخلي في حساباتي أنه ممكن أنكتل. ممكن يطلع لي مسدس يقتلني ممكن يطلع رشاشة يقتلني وصارت سابقا إذا تتذكرون أكو شاب خطية رايح يدفن أمه بجنازة أمه رايح يدفن أمه وبالطريق صار أيضا احتكاك بالسيارة ويا سيارة شخص آخر ليش ما ينزل ذاك ويقتل هذا المسكين اللي رايح يدفن أمه فبدل ما يروح يدفن أمه راحوا جنازتين بالطريق ولذلك احنا نقول إن شاء الله تحقن الدماء بالسنه الوجهاء وجهاء العشائر الافاضل والاكابر واللي هو هم الاعتماد عليهم في هكذا امور حساسه وصعبه على العموم ما اريد ادخل اكثر في تفاصيل هذا الموضوع حتى لا يحسب علي طبعا اكو ردود افعال حتى من من عائله الشخص المقتول يعني اكو ناس معلقين اعتقد اللي اللي توفى اسمه كرار الله يرحمه هذا علي الكعبي قايل كتلوه على مطخه مال سياره ومعلق يا كرار يا اخويا الله يرحمه ويصبركم على هذه الفاجعه اللي حصلت وان شاء الله الله يهدي النفوس الله يهدي النفوس من الطرفين كل شيء إلى حل وكل شيء إلى اليه في ان يغلق الموضوع بالتي هي احسن والتي ترضي جميع الاطراف. على العموم. نذهب للخبر الاخر الان، الخبر اللي اللي بعده للاسف يعني خلال هاي الفترات الماضيه وحتى هاي اللحظه تستمر سلسله الحرائق في بغداد. بعد ساعات من حادث حريق مخازن الكراده طبعا حريق هائل كان وكبير. حصل حادث حريق اخر ايضا في بغداد. ونشب حريق ضخم في احد الاسواق الشعبيه الشهيره في مدينه الصدر شرق بغداد تحديدا في سوق عريبه في مدينه الصدر. الامر اللي دعا اهالي المنطقه الى انه يهرعون الى مكان الحريق في محاوله الى اخماد الحريق وتم ابلاغ فرق الاطفاء من قبل المواطنين لاخماد النيران فور نشوب الحريق. عجلات الاطفاء طبعا وصلت الى موقع الحادث وباشرت بإخماد هذا الحريق الكبير أيضا اللي أسفر عن خسائر بالممتلكات وخسائر مادية نتابع الفيديو ونرجع من بعده وياكم thank <laughs> you ربي يحفظ الجميع يعني خلينا نقرا بعض التعليقات قبل ما اختم حلقه اليوم علي الشياع الخيكاني يقول والله والنعم منكم هيك انسان مستهتر وعلى مود شخط سياره يقتل نفس ويصيب الاخ هذا يستاهل كل شيء يصير به ايضا تعليق من خالد او خلود والله ما واضح خلود الشمري يقول حقهم شنو هو تعقيبا على الدقه اللي صارت اللي قبل شويه شفناها تقول حقهم شنو يعني ميت لهم ميت يعني وميت لهم شاب وهذا المنتسب عليه اساس يعني يستخدم السلاح ويقتل بهذه الطريقه مو حرام يعني تعليق اخر ايضا هو انسان ترى مو اجلكم الله حيوان والله والله هو اكبر اللي قتله ترى قتل روح بلا سبب طخ سيارته ترى مو مال توصل للقتل، هذا مو عذر، اتقوا الله وهلا الله بالفقير، واذا عندك سلاح مرخص مو من حقك تقتله. وياسر الغريب يقول ليست الرجوله انه تشيل سلاحك وتروح لبيت المجرم، هذا ينتقد العشيره اللي صار رده فعل. وان ترعب اطفالهم وعائلتهم، يعني عندك حق اخذ حقك عشائريا وقانونيا وبالعقل والمنطق. ليش تعالج الغلط بالغلط او بغلط اكبر؟ لعد ليش يعني عندنا يعني وجهاء وشيوخ هذا تعليق ياسر وقلت لكم يعني هناك ردود افعال متقاطعه بما حصل وربي يجيب العواقب سليمه ويهدي جميع الاطراف ومثل ما قلنا كل صاحب حق ان شاء الله ياخذ حقه. عموما وصلنا وياكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج هذا المساء نلتقيكم ان شاء الله بالاسبوع القادم واحداث جديده واخرى وربي يحفظكم ويحفظ اهلكم وعوائلكم وابنائكم. حتى ألتقيكم بالأسبوع القادم إن شاء الله ونتابع المزيد من الأخبار والأحداث، ومع السلامة